أول حاجة اتعلمناها وإحنا صغيرين إن مفيش راجل يمد إيده على واحدة ست، أي ست، قريبة بقى ولا غريبة، عدوة ولا حبيبة. وكان زمان لما الست تتنرفز الراجل يقول لها إيه؟ اندهي لي راجل اتكلم معاه. دي الشهامة والرجولة والقيم اللي اتعلمناها، لأن اللي بيضرب في العموم ضعيف الحجة، ضعيف الشخصية. فما بالك بقى باللي بيضرب واحدة ست، فما بالك باللي بيضرب مراته. فقاموس الرجولة مش راجل، والراجل الصح هو اللي يصور مهما يصور، يزعق ويعاتب، لكن في النهاية شايف إن مراته ملكة مستحيل يمد إيده عليها. الجواز علاقة مودة ورحمة، علاقة حب، سكينة وسكن، اتنين شركة قرروا يبنوا حياتهم بالتفاهم والود. بنزعل من بعض أوقات، بنتخاصم أوقات، بنزعق وبنتنرفز، لأن الحياة مش وردية طول الخط، وضغوط الحياة مؤذية، لكن يظل في النهاية كل ده في حدود التربية السليمة. لا يطلع بقى من بقه العيبة، ولا نقلل من حد، ولا نطعنه في كرامته. مراتك اللي انت بتضربها دي كسرت جواها حتة ممكن الأيام ما ترجعهاش تاني، جيت على كرامتها وإحساسها وفتحت باب الشيطان اللي صعب جدا يتقفل. صاحب مراتك تكسبها، انصحها، عاتبها، لكن اوعى في يوم من الايام ترفع ايدك عليها، لان اللي بيتكسر صعب يتصلح، وكرامه مراتك من كرامتك. والمشكله في الاهانه بشكل عام انها بتولد كره، ومفيش ست هتقدر تستحمل طول الوقت الوضع ده. اقولك انت بتعمل ايه؟ انت بتصنع قنبله موقوته جوه البيت، ويوم ما هتنفجر مش هتنفجر غير فيك. وزي ما قلنا قبل كده، اللي بتزرعه هو اللي هتاكل منه. زرعت خير هتحصد خير، زرعت شر هتحصد شر. طيب زرعت ضرب وإهانة هتحصد كره وخراب، وهتضيع نفسك وهتضيع البيت وعيالك، وساعتها ما تلومش غير نفسك، نفسك وبس. شكرا ليكم وإلى اللقاء.